ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنقول نصيحة النهاردة لأصحاب برج القوس لشهر ابريل. أصحاب برج القوس، انتم عندكم الفترة اللي انتم فيها توتر ودايما قلق ودايما بتفكروا في الغير، فلا فكروا في نفسكم، فكروا في الطاقة الإيجابية اللي انتم ازاي تجلبوها لنفسكم. عندكم شهر حلو، ويمكن تكون حطيتوا ايدكم على أول النقط لمواضيع وأهداف انتم عايزينها. كملوا بالطاقة الإيجابية وكملوا بالتفاؤل. انتوا عندكم شوية تراجع في التفاؤل، يعني مش على طول متفائلين، متفائلين شوية ومش متفائلين شوية، عندكم الحتة دي يعني على طول. فلا كملوا في التفاؤل وكملوا في ان دايما ان الخير جاي، وان الثقة في الله دايما، الثقة في الله نجاح على رأي محمد رمضان. ف خلي بالكم ان انتم محتاجين دعم طاقة إيجابية. حاجة مهمة قوي عايزة اقولها برضو لاصحاب برج القوس، حاولوا برضو على قد ما تقدروا بتنشيط الطاقة الايجابية دي، بان انتم تخرجوا تتفسحوا، تشوفوا حاجات خضراء، اماكن فيها خضرة، فيها ورد، فيها حاجة من الطبيعة. ده هيفرق معاكم جدا جدا، هيوصلكم لشعور ان انتم تشحنوا نفسكم، هتقدروا تشحنوا الطاقة الايجابية عندكم بالطبيعة والمناظر اللي هي الخلابة. بجد كل ده هيفرق معاكم. انتم محتاجين خروجة او فسحة تخلي بالكم يصفى او ذهنكم يصفى، كل ده هيفرق معاكم. نصيحة تانية، ان انتم عمالين دايما بالكم مشغول بنقل سكن، بنقل شغل، مكان عمل. يعني انت شايف لو الموضوع ده هيريحك اعمله. يعني اهم حاجة ان انت ما تعملوش حاجة ان تتعبكم، او ان انتم تفضلوا مكملين في شيء وده تعبكم او يأزمكم نفسيا. شوف دايما المكان اللي يريحك ايه واعمله، شوف دايما الحاجة اللي هتريحك ايه وتعملها. بس فكر في الاول ان الحاجة دي هل هتنفعني، هل الشغل ده لو انا سبته ورحت مكان عمل تاني هيفرق معايا، هيعليني. فكر بس في الموضوع ده، ما بلاش التسرع او ان انت تاخد خطوة والخطوة دي تندم عليها في يوم من الايام، لان انتم بطبعكم ناريين متسرعين جدا. يعني حاجة مهمة لأصحاب برج القوس جدا، انتم مهملين في صحتكم جدا. خلي بالكم ان انتم النظام الغذائي بتاعكم انتم عاملين فيه لعبكة، يعني لخبطة. فخلي بالكم من النظام الغذائي، اعملوا نظام غذائي صحي ليكم، حاولوا ان انتم تعملوا استشارات وتحاليل واشاعات تطمنوا على نفسكم. اللي بيعاني من اي حاجة حتى لو كانت بسيطة يحافظ على نفسه ويحافظ على صحته، لان التراكمات، انتوا بتسيبوا نفسكم لحد ما يحصل عندكم تعب تاني، فيحصل عندكم تراكمات لحد ما تقدروش اصلا ان انتم تقدروا تروحوا في حتة او تكشفوا او تشوفوا على نفسكم ايه. لا حاولوا على قد ما تقدروا تهتموا بصحتكم شوية، واهتموا بالنظام الغذائي اهم حاجة، اهتموا بالنظام الغذائي، لان انتم بتاكلوا بطريقة اللي ما فيهاش تركيز. لا ركزوا وشوفوا ده هيناسبكم ولا لا. طبعا قبل ما اكمل، انا بتمنى منكم الشير، والناس اللي تعرف اصحاب برج القوس بتمنى منكم الشير كتير، عشان خاطر ان احنا نوعي اصحاب برج القوس ان الحاجات النصايح اللي يعملوها ايه وهتفيدهم جدا. لان برج القوس دايما ما بيعملش حاجة الا لما حد يقوله، يعني ما بيعرفش يحافظ على صحته الا لما يسمع من كذا حد حافظ على صحتك، روح شوف نفسك. فدايما مهملين الحتة دي، فلا ابعتوا لهم واعملوا لهم شير كتير، خلوهم يعرفوا ان هم ايه اللي يفيدهم ويعملوه. نكمل الموضوع بتاعنا. نقول اخر نصيحة لاصحاب برج القوس، بالنسبة كمان للناس المرتبطين اكتر، يعني الموضوع ده يناسب الناس الحتة دي. يعني برج القوس خلي بالك من الشريك جدا، حاول تسمع المشاكل اللي هو حاسسها او اللي هو متضايق منها، حاول تسمع له بمعنى اصح. يا ريت كمان ما تتجاهلوش الشريك او تتجاهلوا المطالب او الاحاسيس اللي جواه او الحاجات اللي متضايق منها، حاولوا ان انتم تسمعوا له بمعنى اصح، بحيث ان انتم تقدروا انكم تحلوا المشاكل دي او ان انتم تقفوا جنبه. انتم اذكياء جدا وقادرين على حل المشاكل، واذكياء جدا تقدروا ان انتم تعملوا تاقلم ما بينك وما بين الشريك، تعرفوا ايه اللي بيضايق وايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. يعني من الاخر انتم اذكياء في الموضوع ده، دبلوماسيين جدا جدا. فخلي بالكم من الشريك، الشريك عليه حق ليك او ليه حق عليك ان انت تسمع له وتقف جنبه. كمان اسمع النصايح اللي بيوجهها لك، لانه الشريك او اللي هو المرتبط بيك
اكيد عايز مصلحتك، فاسمع منه وحاول ان انت تعرف الحاجات اللي بيقولها لك، وحاول ان انت تتأقلم معاها، بحيث ان هو في الاخر ان انتوا تكونوا الاتنين، يعني انتم الاتنين اشخاص رائعة، وان انتم تكونوا على تأقلم وتفاهم ما بينكم وما بين بعض. بتمنى ان الموضوع يكون وصل لكم بشكل لطيف وسهل. انا بشكركم جدا، ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعيل الجرس. بشكركم جدا وسلام.